مش عاوز يبقى البرنامج منفذ اتهامات. تمام. لا هو اتهام هو اتهام مباشر يا استاذ وائل. انا متهم، انا متهمه اتهام مباشر، اني عندي الاثباتات ان هو اللي عمل كده. انا عندي الاثباتات دي، وهو دلوقتي سامعني وعارف انا بقول ايه، فانا عندي الاثباتات دي. طيب طيب، هو معانا الاستاذ كريم الشبراوي. اتفضل استاذ كريم الشبراوي. استاذ كريم، هو اسمه عبد الحكم على فكره، اسمه عبد الحكم مصطفى عبد الحكم الشبراوي، ومعايا بطاقه. مش عيب. لا لا مش انا معايا بطاقه ثالثه بقى باسم كريم عبد الله صقر، ودي انا مرفقاها في الاعداد، ودي البطاقه المزوره اللي هو اللي طيب. هو مطلعها. استاذ كريم، هنا الفنانه رانيا يوسف ضبط في سيارتها مخدرات، النيابه هنا ممكن توجه لها اما تهمه حيازه او اتجار، وهي قضيه ليست سهله، وكمان لما تكون بتتعلق بفنانه خلاص الناس يعني تتهم الوسط الفني كله مسبقا. بس انا سؤالي، هي في النيابه، في تحقيقات النيابه اتهمتك شخصيا بتلفيق هذه القضيه لها بسبب خلافات ماليه وزوجيه. اولا عاوز اشكر استاذ وائل، عاوز اشكرك جدا، انت اعلامي كبير وبحترمك واحترم مراعاتك للحياه دايما. الله يخليك، اتفضل اتفضل. ثانيا اشكر فنانة رانيا يوسف جدا، وقلبي معاها في مشكلتها، لان كان بيننا عيش وملح. طبعا. دلوقتي انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، هي بتقول كان معاها خمس مفاتيح، خمس مفاتيح، هو في عربيه بتطلع. لا ما قلتش خمس مفاتيح، انا ما قلتش خمس، انا قلت ثلاث مفاتيح، اثنين اصليين وواحد بيفتح ما بيدورش الكونتاكت. الاثنين الاصليين معايا واحد ومع السايس واحد، وهما ثلاث سياس مش سايس واحد، بيتناوبوا طول طيب. الليل. انا ما قلتش خمس مفاتيح على فكره. خلينا نسمعه وبعد كده تعلقي. فينا نتكلم زي ما انت بتتكلمي. تمام، اتفضل يا استاذ عبد الحكم، اتفضل. مفيش عربيه 2012 بتنزل بثلاث مفاتيح، ولا مفتاح بيفتح الكونتاكت لوحده. اوكي ماشي، ده هيثبت المعمل الجنائي يا استاذ كريم. طيب يعني هو القضيه، بس انت معاك مفتاح لهذه السياره ولا ما معاكش؟ معايا مفتاح ازاي؟ وتاني حاجه هي بتقول اللي هو استلم من المعرض المفتاح الرئيسي بتاعي. التاني انا استلمت من المعرض يوم ما اشتريت العربيه من شهر ونص، استلمت واحد بس، وصاحب المعرض قال لي بعد ما ترخصي هديك التاني. هو اللي بعت، وصاحب المعرض شهد ان مش انا اللي استلمت التاني، السواق بتاعه هو اللي. طيب خلاص، ده كلامك. وانت يا استاذ كريم بتقول لا مفيش صاحب المعرض معايا، ما تقلقش. طيب وانت بتقول مفيش معاك مفتاح للسياره. معايا مفتاح للسياره ازاي؟ اذا كان انا من شهر ونص كنت مطلقها زي ما هي بتقول. تمام. وتاني حاجه لو هي من شهر ونص، معلش انا اسف، يبقى انا اخدت مفتاح التاني ازاي؟ وتاني حاجه انت بتقولي اللي انا بطبق بقالي شهر ونص، وانت كنت معايا في لندن لغايه يوم 27/5، وبعد كده كنت معايا في فيرمونت من يوم 3. لا بص يا استاذ كريم، انا ما انا مش داخل هنا يعني في قضيه. ازاي؟ خليني بس، انا بتكلم دلوقتي عن قضيه المخدرات فقط، انا ماليش علاقه بالمشي. يعني البرنامج مش من برامج النميمه هنقعد نتكلم عن الخلافات الزوجيه. مش هو مش عارف يفصل ما بين. انا بتكلم عن الشيكات وال لا خليني بس لو سمحت، انا بتكلم عن مخدرات في سياره فنانه، وبالتالي اسمعني بس لو سمحت، وبالتالي هي قضيه تستحق الاهتمام من هذه الزاويه. الجانب الثاني فيها انها تتهم طليقها بانه هو الذي لفق لها هذه القضيه وهذه الاتهامات في النيابه. ابعدني بقى عن اي حاجه تتعلق بالمشاكل الزوجيه والنميمه الشخصيه. حريات مباحث وفي تحقيق نيابه. بالظبط بالظبط. اتفضل. وهرد في النيابه برضو على نفس الكلام اللي هي مفيش حاجه اسمها حد هيحط لها حاجه في عربيتها، لان المفاتيح معاها كلها. صح. طيب يعني انت لم تضع لها المخدرات في السياره؟ لا طبعا، اكيد هيقول لا. طيب اكيد هيقول لا. هنا النيابه استدعتك ولا لسه؟ مفيش حد استدعاني وما جاليش اي حاجه. السؤال بقى يا استاذ وائل، البيه اتقبض عليهم 12 ابريل بشيكات بدون رصيد وشيكات مزيفه ومضروبه. اتقبض عليهم 12 ابريل يوم الخميس قبل شم النسيم 12 ابريل. انا بسأل السؤال، طلعت ازاي يا عبد الحكم يا شبراوي يوم السبت الساعه 8 الصبح؟ يا جماعه انا اذا تحول البرنامج لمنصه تبادل اتهامات خلافات زوجيه، انا بسأل سؤال، هل ده له علاقه بالقضيه؟ طبعا طبعا يا استاذ وائل. ايه علاقته بالقضيه؟ هو ليه حد بيوقف ورايا يا استاذ وائل؟
هو ازاي يتقبض عليه يوم الخميس الساعه 3 الظهر؟ استاذ كريم دقيقه واحده وهدي لك المجال. انا بساله يا ريت يرد عليا، ازاي يتقبض عليه يوم الخميس 12 ابريل قبل شم نسيم الساعه 3 الظهر ويطلع الساعه 8 الصبح من غير ما يلحق ما يعمل معارضات للشيكات عليه 63 قضيه مفتوحه، قضايا نصب وشيكات، ازاي خرج في جميع المحافظات؟ ازاي المحامي قدر يجيب المعارضات دي في الويك اند في يوم خميس وجمعه؟ ممكن نسمع بدون الا لو كان وراه حد بيعمل له كل حاجه وبيخرجه وبيوديني انا في مصيبه. خليني استاذ كريم لو سمحت ما نقطعش. تمام انا سايباه يرد. استاذ كريم معنى كلامها هي بتقول انك يمكن انك تلفق لها هذه القضيه لان هي بتستند لوقائع سابقه كان لك فيها نفوذ، يعني نفوذ يتعلق بانك ممكن تدخل النيابة وتخرج على طول، يعني عندك نفوذ وبالتالي يمكن أن تلفق لها هذه القضية. 63 قضية مفتوحة يا أستاذ وائل. 63 قضية مفتوحة. نسمعه بقى، نسمعه لو سمحت يا غانم، اتفضل. أستاذ وائل، في حاجة اسمها المحكمة وفي حاجة اسمها الاسم وفي حاجة اسمها مديرية الأمن وفي المعارضات بتاعة الأحكام، لو كنت طلعت وما كنتش عملت معارضات. اتعملت المعارضات يوم الجمعة؟ هتروح تقدم شكوى في كل حتة. المعارضات يا أستاذ وائل بتتعمل يوم الجمعة؟ طيب بعيدا عن ده، يعني انت بتقول انه يعني بعيدا عن ده، خليني بس في لب القضيه، يعني هي عايزه تستند من ده ان انت تستطيع ان تفعل اي شيء. بالظبط كده يا استاذ، افعل اي شيء؟ معلش استاذ، امال بقى عمرت ايه بيخرج يوم السبت الصبح وهو مقبوض عليه الساعه 3 الظهر يوم الخميس؟ لحق عمل معارضات امتى؟ طيب. في جميع المحافظات ب 63 قضيه مفتوحه الا لو كان وراه حد، الا لو بتليفون بيخرجه. ليه؟ ان انا دخلت الصبح وخرجت بالليل. لا حضرتك دخلت يوم الخميس الساعه 3 الظهر، خرجت يوم الساعه 8 الصبح الساعه يوم السبت. ومشيت السبت بالليل السبت بالليل معاك يا سيدي. عملت معارضات امتى في المحافظات؟ طيب خليني بقى ما امسكش في التفاصيل استاذ كريم. هنا ايه ادلتك؟ طب خليني بس، حاجه غير منطقيه. انت اتهمتيه امام النيابه. تمام. دون اي ادله. قولي بس الادله عشان اسمع تعليقه عليها. معلش اعفيني من ذكر الادله دلوقتي لان هو ممكن يعمل عليها ديفنس، فانا مش هقول الادله، الادله هتتنشر وهطلع الشيكات بتاعتي اللي هو كل البحوث. انت شايفه ان لو قلت ادله هو هيبقى كده في عبث بالادله، يعني هيلعب في الادله دي. بالظبط كده. هي انت ما عندكيش ادله، هو المشكله ان انت ما عندكيش ان انا ماليش دعوه بالموضوع. يا استاذ كريم يا استاذ عبد الحكيم، خلينا نسمعه غانية لو سمحتي. خلينا نسمعه. انت عاوزه تعلقي شماعتك عليا، دي حاجتك ولا مش حاجتك؟ انا ماليش دعوه، بس انت عاوزه تعلقي شماعتك عليا، مش لاقي حاجه تعمليها يا عيني، فانت في الاخر بتعلقي شماعتك. بس هو ده اللي انت هيبان يا استاذ عبد الحكيم. طيب هيبان. استاذ كريم، هنا المخدرات التي ضبطت في عربيه رانيا يوسف تخصك ولا لا تخصك؟ يعني لا تخصني. طب والتهديدات اللي جات لي على الموبايل لا تخصك؟ تهديدات؟ طيب لا تخصك. يعني انا عندي سؤال، انا بقول لحضرتك هو لايف، انا لو جرى لي حاجه انا وبناتي هيبقى هو اللي وراها، لان هو بعت لي تهديدات، بعت لي ان انا هتهدد بميه نار وهيشوهني وهيأذيني، ومعايا شهود بالكلام ده، ومعايا شهود بانه حاطيني ميكروفون في العربيه وحاطيلي جهاز جي بي اس. ليه؟ علشان يعرف انا بروح فين وجايه منين وبكلم مين، وده ما كانش من حقه. تسجيلات يعني؟ يس. طيب بالظبط كده كريم، واضح ان انت شاهده معايا. خليني اسمعه بقى. تمام اوكي. يعني انا قصدي كمان عايزه اوصل معلش تفصيله ان هو لعب في عربيتي لما يحط لي ميكروفون وجهاز جي بي اس، وانا اثبتت ده في المحاضر ان هو لعب في عربيتي. طيب. استاذ وائل كريم انت عامل ازاي؟ بيقول لك معاك معهوش مفتاح وازاي حاطط لي مايك كريم جهاز جي بي اس؟ رانيا ما تمارسيش قامه علينا، خلينا اساله بس. كريم انت هنا وكانك يعني عامل دوله بوليسيه بتتجسس بتتصنط وبعدين بتلفق قضايا، يعني تعليقك بس. بتقولي ان انا اللي لفقت لها القضيه، فده اتهام رسمي، انا هرد عليه رسمي برضه. تمام يا فندم. طيب كريم، هنا هي بتقول عندها، قالت في النيابه يعني ان عندها ادله انك بتهددها في السابق، وبالتالي ممكن اذا في مخدرات في عربيتها يبقى انت اللي وضعتها، يعني يعني في سجل تهديدات في السابق. في محضر بتاريخ 11/6 هو اللي انا استشهدت بيه، مد ايده عليا وضربني وهددني ان هو هيبهدلني وهيرميني بميه نار قدام الشهود. طيب كريم اتفضل. اتفضل. الادله اللي هي قايلاها والمحضر اللي هي عاملاه اللي انا هضربها او ارش عليها ميه نار، ايه اللي جاب المخدرات في الوسط؟ لا ما هي دي جت بالمره بقى. يعني ما هو كريم بص، انا بس للاسف كل الطرق، يعني للاسف كل الطرق، للاسف كل الطرق.
معلش انت يعني مش عارف اقول لك ايه. لا ما تقولش. احنا هنتقابل. انت بتعمل ما بتقولش يا حبيبي. انت بتعمل طيب. ما بتقولش. كريم سؤال اخي، انت النيابه حتى الان لم تستدعيك؟ لم تؤكد اي تهمه ولا اي حاجه. ما فيش استدعاء، بس انت اتهمتيه رسميا في النيابه. أيوة ان هو صاحب الكيس. المهم النيابه هي بتتهم. شهود بكل حاجه. طيب يعني الكيس الاسود اللي فيه الحشيش ده مش بتاعك يا كريم؟ الصندوق الاسود بتاعي ازاي؟ بس هي بتاعي ازاي؟ ده بتقول لك ممسوك من عربيتها، من جوه عربيتها. لا مش ممسوك يا حبيبي، انا اللي مطلعاه من عربيتي. مش ممسوك، في فرق كبير. ممسوك ولا مش ممسوك؟ جوه عربيتك والمفتاح التاني معاك. من العربيه في الشارع. يا سلام. طيب كريم، يعني انت رانيا كانت زوجتك، وبالتاكيد يعني هي بتقول انا حتى لا اتعاطى السجايب. انت اذا تعلم انها لا تتعاطى حتى المخدرات. هي ممثله بارعه الصراحه، فهي ممثله بارعه، الماسك بتاعها لا يمكن تغيره، فهي ممثله بارعه، لازم تشد بالاجواء كلها حواليها. لا يعني هي لا علاقه لها بالمخ، يعني هي بتقول انا حتى لا اشرب السجاير، فانت يعني لما تقول ده يعني وكأنه المخدرات تخصها يعني. تحليل دم هم يعرفوا بتشرب ولا ما بتشربش. مين؟ ايه؟ بتقول ايه؟ نعم. يعملوا لها تحليل دم وهم يعرفوا. يا حبيبي بس كده تحت امرك. ما هو النيابه اكيد هتعمل تحليل دم. انت بتقول حاجات بديهيه على فكره، يعني على فكره دي حاجات بديهيه، مش انت اللي هتفكر لهم. طيب كريم يعني هياخدوا رفع بصمات برضو من العربيه. بالظبط كده. مين اللي حط الحاجه بالظبط كده؟ اكيد مش هيبقى انت. ويعملوا كل حاجه. هيبقى يعني اللي وزع هيبقى انت. كريم في كل الاحوال يعني انت رجل اعمال، واذا ثبت. معلش هو مش رجل اعمال، هو مش رجل اعمال خالص. ما عندوش اي حاجه باسمه تثبت ان هو رجل اعمال. انا اللي كنت بقول رجل اعمال لانه ما كانش له صيغه رسميه. طيب ما عندوش اي أنا اعمال خالص. انا بس خليني في لب القضيه، يعني انت رجل اعمال، زوجتك او طليقتك فنانه اتهمتك في النيابه بالامس انك انت اللي لفقت لها قضية المخدرات، وانك انت اللي وضعت الحشيش داخل العربية بتاعتها. هنا القضية يعني النيابة اكيد هتستدعيك. انت بتقول في النهاية انك انت مالكش علاقة، وبتقول اعملوا لها تحليل دم. ايوه كريم، انت ما كنتش معايا وانا بسأل؟ لا لا معاك. انت عديت على برنامج تاني سامعني؟ لا لا معاك. طيب بقول لك السؤال، النيابه هتستدعيك بالتاكيد وهتواجهك باقوال. تواجهني باقوالها ولا؟ معلش انا اسف، لو هي بتقول كل الكلام ده هدينا هنروح النيابه، النيابه هي اللي هتفصل في الاخر، مش هي اللي هتفصل ولا انا. بالظبط كده. طيب كريم عايز تقول اي حاجه تانية قبل ما تقفل؟ لانه زي ما بقول لك تحب تضيف. هل لديك اقوال اخرى؟ احنا مش منصه اتهام، بس زي ما بقول لك انه الفنانين في صفحات الحوادث تتحول لقضايا سياسيه ويسلط عليها الضوء. بس بطلت تعلق شماعتها وبطل التمثيل كتير، بس يعني تحاول تفرق بين التمثيل في الحقيقه والتمثيل في من عينيا. طيب اي خدمه. استاذ كريم الشبراوي الف شكرا. يا اذا